الثامن من سبتمبر اليوم الدولي لمحو الأمية. في هذا اليوم بتحاول الأمم المتحدة والحقيقة كل الدول المعنية بتقليل معدلات الأمية حول العالم بدعم الدول الأكثر احتياجا لتحقيق معدلات أكبر في برامج محو الأمية فيها أنها تقدم لها كل الدعم والعون في هذا المجال. بالتأكيد بتختلف هذه البرامج المحلية في الدول الأقل تقدما من الدول المتقدمة. هنعرف كيف ينظر العالم لهذه المشكلة واختلاف هذه النظرة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية من خلال فقرتنا الرئيسية في أيامنا اللي هنعرضها لحضراتكم حالا، وهنعود من بعدها إن شاء الله لاستكمال أيامنا. Around the world, 750 million adults still cannot read and write. Two-thirds of them are women, and many of them are young people. This problem is urgent. In an increasingly digitized and globalized world, literacy is more vital to navigate life and work than ever. The rapidly changing labor markets require that skills are developed throughout life. Today, 192 million people around the world are unemployed, and decent livelihoods are difficult to sustain for many. This needs to change. By combining literacy learning with skills development, the most vulnerable populations can be supported in improving their lives and livelihoods. Low skills and low levels of literacy don't have to be a barrier for young people and adults to acquire new and necessary knowledge. Literacy, technical, vocational, and digital skills can help people live in dignity and fully participate in societies. Integrated approaches to literacy and skills development throughout life allows people to access resources that open doors to decent work opportunities and improved lives. On International Literacy Day, UNESCO calls on the international community to promote combined approaches to literacy and skills development throughout life. Governments, civil society, academia, and the private sector must all act now to fulfill the promise of the 2030 Agenda for Sustainable Development to ensure that no one is left behind. أهلا بكل مشاهدينا. فقرتنا الرئيسية النهاردة في حلقتنا في أيامنا هنتكلم من خلالها عن اليوم العالمي لمحو الأمية. اليوم ده بيوافق يوم 8 سبتمبر من كل عام، العالم كله بيهتم بهذا اليوم، وطبعا المؤسسة الأممية الأمم المتحدة بتخصص هذا اليوم كل عام للتذكير بأهمية محو الأمية خاصة في الدول النامية والدول الأكثر احتياجا لتحقيق معدلات تنمية أعلى. بتأتي هذه المعدلات للتنمية في المقام الأول من الارتقاء بمستوى التعليم في هذه الدول. مزيد من التفاصيل عن الاحتفالات بهذا اليوم وأهم ما يجري حول العالم في يوم عالمي لمحو الأمية من خلال لقائنا مع ضيفنا الدكتور عصام توفيق قمر رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار السابق، والحديث عن هذا اليوم. منورنا دكتور، كل سنة والعالم كله بخير، وبنحلم أن العالم يكون بلا أمية. الحلم ده يعني صعب قوي تحقيقه. أهلا بك دكتور حازم والسادة المشاهدين، وإن شاء الله كل حلم يتحول إلى حقيقة بمزيد من الجهد والتخطيط الجيد. نعم. وفي توافر إمكانيات مادية وبشرية جيدة. أكيد. طيب يعني أبدأ مع سيادتك بأن بدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ ستينات القرن الماضي وإلى الآن، يعني بنظرة كده موضوعية من أستاذ وعالم زي حضرتك في هذا المجال للأرقام والمؤشرات، ماذا عن مؤشرات الأمية حول العالم؟ بالفعل زي ما حضرتك قلت، احنا سنة 1966 اختارت الأمم المتحدة يوم 8 سبتمبر على وجه التحديد
يوما عالميا أو دوليا لمحو الأمية، عشان كل المؤسسات وكل الدول وكل من هو مهتم بمجال محو الأمية وتعليم الكبار أنه يعلن لمجتمعه ويعرف العالم كله بالإنجازات والجهود التي قام بها في هذا الشأن. والحقيقة هي جعلت كمان في هذا العام يعني محو الأمية وتعدد اللغات إدراكا من الأمم المتحدة واليونسكو بالطبع أن تعدد اللغات له ارتباط قوي بموضوع محو الأمية. خليني في الأول أقول لحضرتك شوية إحصاءات عشان كل السادة المشاهدين يقفوا معنا على الحالة الراهنة للأمية في العالم ككل، ثم في الوطن العربي، ثم في مصر. صحيح. بلدنا الحبيب. صحيح. على وجه التحديد. صحيح. حسب إحصاءات 2017 عندنا 750 مليون أمي في العالم. 750 مليون أمي، ثلثي هذا العدد من الإناث السيدات والفتيات، يعني تقريبا 500 مليون. نعم نعم نعم. والثلث الباقي للذكور. عندنا نسبة كبيرة جدا، يمكن 42% من الأطفال في العالم غير ملتحقين بالتعليم، وده العدد ده لو ترجمنا الأرقام يطلع بالملايين. نظرا للصراعات والنزاعات والحروب والثورات أيضا الحادثة في بعض المناطق العربية والنزاعات المسلحة اللي حادثة دلوقتي. عندنا في أفريقيا من 70 لـ100 مليون أمي. هتسألني حضرتك ليه من 70 لـ100 مليون؟ ليه مش رقم واحد؟ لأن في مشكلة في الإحصاءات. في بعض الأجهزة الحكومية الرسمية بيبقى من الصعوبة بمكان أنها تصل إلى مكان. صحيح. معين وتعمل إحصاء على أرض الواقع. طيب، إحصاء حقيقي. لو جغرافيا رسمنا كده خريطة لمواطن انتشار أو تركز الأمية حول العالم، خلينا أقول لك مثلا في بوركينا فاسو نسبة أمية 75%، في أفغانستان 65%، جنوب السودان تقريبا نفس النسبة 65%، في النيجر 57%. هنجد أن دول كثيرة من الجنوب الأفريقي بتعاني من نسبة أمية عالية جدا. لكن خلينا نصعد بقى إلى الشمال الأفريقي. وطبعا نصعد إلى الشمال الأفريقي لازم نتكلم عن مصر حبيبتنا، مصر يعني بلدنا. هل أمية بتتركز في العالم في أفريقيا كقارة؟ حضرتك ذكرت لنا دول أسيوية. أنا قلت لحضرتك عندنا 750 مليون أمي، قلنا منهم تقريبا من 70 لـ100 في أفريقيا. في أفريقيا نسبة الأمية دي على فكرة، في أفريقيا، في أفريقيا كلها 38%، يعني حوالي طيب ثلث القارة. قبل ما نتكلم عن أفريقيا شمالا وجنوبا ووسطا، لا يعني كده احنا فهمنا أفريقيا نسبة الأمية فيها قد إيه. فين بتتركز الأمية بعد كده في العالم؟ تتركز الأمية في، هقول لك على حاجة بس الأول عشان تبقى الأمور واضحة بالنسبة للسادة المشاهدين. لما أجي أقول لسعادتك مثلا في سنة 1949 كانت نسبة أمية في الصين 80%، لكن في سنة 2014 هذه النسبة 80% بقت كام؟ 5%. بس الخمسة في المية في الصين في 2014 كانت كام؟ 54 مليون الرقم طبعا، لان احنا بنتكلم في مليار و400 بالظبط كده. صحيح. مليار ونص تقريبا دلوقتي تقريبا. خد بال حضرتك، فقد تكون النسب خادعه لكن الارقام حقيقيه بتوضح الموقف اللي حاصل بالظبط. يعني عندنا في نسبه اميه عاليه جدا في المغرب، في موريتانيا، في بعض دول عربيه في شمال افريقيا فوق نسب اميه منخفضه جدا زي مثلا تونس. نرجع تاني نسبه اميه تعلو في الجزائر وهكذا. طيب أوروبا في دول فيها الأمية؟ الولايات المتحدة، أو يعني مش الولايات المتحدة، يعني الأمريكتين. الأمم المتحدة حط حاجة اسمها الصفر الافتراضي من 5 لـ7%، يعني من 5 لـ7% ده ما بيعتبرش ان بتعتبر ان هذه الدولة خالية من الأمية. نعم نعم. لذلك ما فيش بلد خالية بنسبة 100% من الأمية. صحيح. لأن ما زال في العالم حتى في الدول المتقدمة في ناس بتسكن الجبال، بتسكن الكهوف، في مناطق نائية. طبعا. بيصعب وصول الخدمة التعليمية ليها. فما فيش بلد في العالم فيها نسبة أمية نسبة تعليم 100%. طيب يعني لازم برضو نتكلم عن الدول العربية، رسمنا بعض ملامح الأمية وخريطتها في هذه الدول العربية. أفريقيا طبعا أيضا بما أنه هوية مصر أيضا أفريقية. لكن قبل ما أدخل في هذه الأمية، المعروف طبعا للسادة المشاهدين أن احنا هنا بنتحدث
عن أمية القراءة والكتابة كل دولة بلغتها، إنما العالم بينظر للأمية بصورة مختلفة. يعني دولة مثلا زي اليابان لا تعتبر الأمي هو من يجهل القراءة والكتابة، لكن الأمي ده في دولة زي اليابان اللي هو ما يعرفش يتعامل مع البرمجيات بحرفية ومهنية عالية. كذلك دول أخرى بمستويات الأمية فيها بتختلف. يعني هنا أنا عايز برضو أعرف من حضرتك خبير في هذا المجال مفهوم الأمية واختلافه حول العالم. ده سؤال وجيه جدا. حينما أتكلم عن الأمية في أفريقيا وفي العالم العربي دي قاعدة عامة، فأنا أتكلم عن محو أمية أبجدية، قراءة، كتابة، حساب. لكن حينما أتكلم عن الأمية في العالم ككل وخاصة في الدول المتقدمة زي الصين، اليابان، أمريكا الأخرى، فأتكلم عن أمية رقمية أو أمية معلوماتية أو أمية تكنولوجية. عشان كده يمكن في اللقاء السابق قلنا أن الأمية لها هوية، ليها هوية خاصة بها في كل دولة من دول. لما أجي في اليابان زي ما سعادتك قلت، الأمي هناك في اليابان هو الذي لا يعرف كيف يتعامل مع الكمبيوتر، ده كان في فترة سابقة. النهاردة هو الذي لا يعرف كيف يصنع برمجية، يعني مبرمج بالضبط. مرحلة بقى إيه؟ أعلى وهكذا. وصلنا إلى مرحلة الأمي هو الذي لا يعرف كيف يصنع كمبيوتر. بل حضرتك، فالأمية بتختلف من مجتمع لمجتمع، لكن للأسف الشديد الأمية في العالم العربي وفي أفريقيا، أنا بتحدث عن أمية الأمية اللي هي المعروفة، الكتابة والحساب، أدنى درجات الأمية القرائية. طيب إحنا عارفين كويس قوي إن النهاردة العالم كله، يعني طبعا إحنا لازم نتكلم عن الأمية في مصر، بس إحنا بما أننا محور حديثنا عن اليوم العالمي للأمية، فإحنا بنتكلم عن عالم بيعتبر قرية صغيرة. العولمة فرضة يعني اتجاهاتها، خصوصا اتجاهاتها الثقافية على دول العالم، النمطية اللي موجودة في دول العالم كله، الناس كلها اللي بتلبس نفس اللبس وبتاكل نفس الأكل وبتسمع نفس المزيكا وبتتكلم بمفردات متشابهة. في ظل هذه العولمة كيف يمكن النظر للأمية؟ هقول لحضرتك، البعض بيتصور، وده تصور خاطئ أو مفهوم خاطئ، إن الأمية هي تعليم قراءة وكتابة وحساب فقط. هذا لا يأتي إلا في سياق مجتمعي، يعني وأنا بعلمه القراءة والكتابة والحساب بعلمه قيم وعادات وتقاليد وهوية وإرث وحضارة هذا المجتمع اللي بيتعلم فيه. عشان كده المعلومة في حد ذاتها قد تكون مش مفيدة أو ملهاش لازمة، لكن لازم توظف لخدمة المجتمع المحلي والمجتمع القومي ثم المجتمع العالمي. أي معلومة في 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 كمعلومة ملهاش قيمة، لازم يتعلم إزاي يوظفها. عشان كده جينا شفنا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قال إحنا مش عاوزين نعلم الناس أو يعني نحضر المعلومات للناس، عاوزين يتعلموا إزاي يبحثوا عنها، والأخطر من كده بقى لما يبحثوا عنها ويجدوها يعرفوا يتأكدوا من مدى مصداقيتها، ايه اللي نصدقه وايه اللي نرفضه، وبالتالي يبنوا عقليه تعليميه ناقده عند كل متعلم. يعني يبقى العقليه اللي بتتلقى هذه المعلومات عقليه تحليليه ايضا، بالضبط يعني. بالضبط، مش مجرد متلقي بس ياخد معلومات ويحفظها وبس، يحلل المعلومات دي وقد يتوصل هو نفسه لحقائق من المعلومات اللي بيجمعها. طب ده اصبح موجود، يعني ازاي نتعامل مع هذه المعطيات الجديده في دولنا العربية ومصر تحديدا؟ إني النهاردة هتلاقي فعلا قطاع كبير من الناس اللي هم بيصنفوا أميين نظرا لمسألة الكتابة والحساب ما يعرفش كده، لكن في إيده الموبايل الحديث، سمارت فون بيدخل على الإنترنت، ممكن بشكل أو بآخر بيتعامل مع هذه البرمجيات، بيشوف صور، بيحاول ان هو يفهم ايه اللي موجود. يعني هذا التطور ازاي احنا كمان نطور من برامجنا المعنية بمحو الأمية في الدول اللي هي فيها هذا النوع من الأمية؟ اشوف حضرتك يعني سقط مثال جيد جدا. الناس كلها في ايدها موبايل النهاردة بس، وعارف يستخدمه ازاي بشكل جيد، لكن لماذا يستخدمه؟ او ايه العائد او ايه الناتج من استخدامه؟ هو بيشوف حاجات معينه، مشاهدات معينه،
قد تضره في نواحي أخلاقية معينة أو في جانب من جوانب شخصيته والنواحي الاجتماعية لآخره، لكن كيف يستخدمه ويوظفه لخدمة ذاته ولخدمة مجتمعه؟ هو ده هي المشكلة. حتى برمجيات التواصل هو بيستخدمها اقتصاديا، يعني تلاقي مثلا لو واحد له مهنة ما، فهتلاقي بيستخدم مثلا برنامج تواصل زي الواتساب مثلا ان هو يبعت شغله، يجيب مش عارف ايه صور بتاع. كذلك البرامج الاخرى من برامج التواصل الاجتماعي بيستخدمها اقتصاديا، ومن هنا بتاتي اهميتها. يعني صحح لي هذا المدخل يا دكتور مفضل. هو التكنولوجيا ليها هدف انها تسرع بتاديه الخدمات، تكون خدمه جيده، خدمه على درجه عاليه من الجوده الى اخره. المشكله في المجتمع العربي ككل ان احنا مستخدمين في التكنولوجيا الى درجه معينه، نعم، ولا نوظفها التوظيف الجيد. وللاسف الشديد ما التكنولوجيا دي بتخش لنا معاها ثقافه الشخص اللي صنعها او المؤسسه اللي صنعتها او الدوله اللي صنعتها. وده الهدف ده بالظبط كده. وبالتالي بيحصل غزو ثقافي لقيمنا واهدافنا ومبادئنا العربيه عن طريق بعض البرامج او بعض المشاهدات اللي بنجدها بكثره على مثل هذه الاجهزه المتقدمه يعني. وبالتالي لازم يكون في فلتر ثقافي او فلتر توعوي، انا اسمع ايه وما اسمعش ايه، اصدق ايه وما اصدقش ايه. بس خلينا نرجع تاني لموضوعنا الاصلي. ما هو ده موضوعنا، احنا ازاي نستفيد بهذه التكنولوجيا اللي اصبحت في ايد اكثر الشخصيات علما وتعلما وثقافة، واقل الشخصيات في المجتمع اللي هو ربما لا يعرف القراءة والكتابة لكن بيمتلك هذه التكنولوجيا. يبقى اذا احنا امام يعني وسيلة جديدة الى الان معرفش هل تم النظر الى الاستفادة من هذه البرمجيات ولا لا. اعرف اجابة حضرتك بس بعد ما نطلع لهذا الفاصل. فاصل وهنعود مع كل مشاهدينا لاستكمال هذه الفقرة الرئيسية في أيامنا عن اليوم العالمي لمحو الأمية. أهلا بحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل، بنعود لاستكمال فقرتنا الرئيسية في أيامنا النهاردة والحديث عن اليوم العالمي لمحو الأمية. بنجدد الترحيب والتحية بضيفنا الدكتور عصام توفيق قمر رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار السابق. توقفنا قبل الفاصل ده دكتور عند بما أننا بنتكلم عن أدوات جديدة، تقنيات جديدة، تكنولوجيات و أجهزة في إيدينا كلنا والعالم كله بينظر لهذه الأجهزة أنها المستقبل. هل تم الأخذ في الاعتبار في برامج محو الأمية أن هذه التقنيات وهذه الأجهزة ممكن أنها تكون وسيلة فعالة كما كان الراديو وسيلة فعالة في محو الأمية في مصر في زمن سابق؟ تمام. احنا يمكن أيام ما كنت في الهيئة من حوالي سنتين تقريبا كنا بنعمل برنامج
مع وزارة التربية والتعليم وإحدى شركات البرمجيات ووزارة الاتصالات. نعم. بنعمل برمجية أو تطبيق أو أبليكيشن ينزل على الموبايل بما أنه منتشر مع كل الناس وفي إيد كل الطبقات. نعم. في على يعني برامج مشوقة وممتعة لمحو الأمية، ويستطيع الدارس أو الراغب أنه يفتح هذا البرنامج، وكل ما نجح في فقرة معينة بتنقله بشكل تصاعدي إلى فقرة أخرى وهكذا، بحيث أن بعد فترة لما يتمكن من الاطلاع على البرنامج ده كله ويتعامل معه ممكن يجي لنا في الهيئة ويختبر وياخد شهادة محو الأمية. يعني يبقى تعليم تفاعلي وعن بعد. تمام. وكل كنا بنعمله فلسفتنا في حاجة واحدة، أن احنا نصل بالخدمة التعليمية إلى أي شخص في أي مكان. مش لازم بقى الفصول والتقليدية ومدرس وألف وباء والكلام ده. لا بالضبط. تقييم التجربة دي في وجهة نظرك إيه اللي نقدر نرصده معاك من عناصر النجاح وعناصر يعني كان متوقع ان هي تحقق نجاح لكن للأسف يعني ما حققتش المرجو؟ هي التجربة طبعا ما بتكلفش الدارس حاجة. ممكن هو في لو مثلا عامل في مصنع في فترة الصراحة بتاعته، لو فلاح في الأرض قاعد بيريح شوية بتاع في أي وقت ممكن يفتح الابليكيشن دون ويتعامل مع ويعيده مرة واثنين وثلاثة، فهو بيوفر عليه وقت ومجهود وأيضا نفقات أن يذهب إلى مكان اللي فيه الفصل الدراسي. طيب. بتاع محو الأمية. رد الفعل التفاعل، يعني أقدر أقول أن ربما دي النقطة الأولى اللي نقدر من خلالها نقيم نجاح التجربة من عدم. كان إيه يعني إلى أي مدى وجدتوا أن في دخول على هذا البرنامج وناس نزلته فعلا على أجهزتها وابتدت تتعامل معه؟ هو بس عشان أبقى محق في كلامي وفي أمانة علمية، هو لم ينزل يعني هذا البرنامج في مرحلة التجريب دلوقتي، لكن ما نزلش للناس كلها وما نزلش العامة. يعني من سنتين لدلوقتي في التجريب؟ نعم. بياخد وقت. بياخد وقت والتكنولوجيا، وبعدين بنعيد كل الدروس اللي هي في الكتب دي بنعيدها، مش عاملها بشكل تفاعلي وبشكل مشوق طبعا علشان يبقى ناجح في أغاني وفي ألعاب وإلى آخره. فده بياخد وقت، وبين أي حاجة تنزل التربية والتعليم أو محو الأمية لوجه تحديد لابد يكون في تجربة الأول. لما تنجح التجربة دي على منطقة معينة أو على فئة معينة نبدأ ناخد لكن إحنا هنا يعني بس بنحاول نشوف إيه الجديد، وإحنا بنتكلم في يوم عالمي لمحو الأمية وتقنيات جديدة وعولمة، احنا بنستفيد من ده في بلدنا ولا لا؟ طبعا. فكويس، يبقى في خطوات في هذا طبعاً. المجال هنا احنا يعني مصر بتحقق انجازات كتيرة وبخطى متسارعة في يعني تحديات الحقيقة كان بالنسبة لناس كتيرة تكاد تكون مستحيلة. لماذا في محو الأمية في مصر هذه الخطى ليست بالتصارع اللي بترجوه ولا الدولة ولا الشعب؟ يعني ايه السبب في اني ما زالت معدلات محو الأمية في مصر بتعتبر معدلات مرتفعة؟ طيب خليني بداية اقول لحضرتك ان احنا حسب الاحصاء الاخير عندنا نسبة أمية 28.5% في الشريحة العمرية من 15 سنة فما فوق. نعم. هذه النسبة يعني ما حدش يقول لي ده 28.5% من الشعب المصري. لا، مش الشعب المصري. أيوه. ده من الشريحة العمرية من 15 سنة فيما فوق. اللي هم عددهم قد ايه دول؟ اللي هم عددهم 18 مليون. يعني لو قلنا يعني تقريبا 20 مليون بنقول 28% من 20 مليون يعني تقريبا 5.5 مثلا مليون. 5.5 ل 6 مليون. لا 18 مليون امي. 18 مليون. مش 18 مليون منهم. لا يا فندم. لا 28.5% في الشريحه العمريه من 15 فما فوق. انا كنت بسال من الشريحه العمريه من 15 فما فوق دول عددهم قد ايه، مش عدد الامي اجمالي العدد الاصلي يعني. اجمالي العدد الاصلي ده مش عندي. مش عند حضرتك. لكن العدد الموجود لكن تقريبا حوالي يطلع 65 مليون وكسر حاجه زي كده. طيب يعني احنا حضرتك قلت 18 مليون تقريبا. من 18 مليون تلتينهم برضو إناث والتلت ذكور. ده زي المعدل العالمي. زي المعدل العالمي بالظبط. طيب كده. 18 مليون يعني احنا نقدر ببساطة كده نقول من تعداد الشعب المصري اللي هو تقريبا 100 مليون يبقى نسبة الأمية 18%. هل هذا الرقم يعني نستطيع أن نوثقه؟ 18% للمجتمع المصري ككل؟ لا ما اقدرش، دي عاوزه معالجات احصائيه معينه. عايزه معالجات اخرى. ما اقدرش. اصل حضرتك قلت لي ان العدد ده 18 مليون. الرقم صادق ما فيهوش. طب ما 18 مليون من 100 مليون
اللي هو تعداد مصر. ايوه طبعا. ولا دي بتحتاج حسابات؟ لا أخرى. بتحتاج ليها حسابات تانية عند الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإرشاد. يعني هو الجهاز المعني هو مختص بالكلام طبعا ده. هو لكن برضه خليني اقول لحضرتك على حاجه تانية، فرصه حضرتك بتفكرني بحاجه. التعداد السكاني بيحصل كل 10 سنوات لانه مكلف جدا، بياخد وقت كبير جدا، وبيشتغل فيه ملايين الشباب والاشخاص عشان يعملوا تعداد سكاني للقطر كله يعني. طبعا. لكن الهيئه بتعمل حاجه سنويه، كل سنه بتقول للمجتمع المصري احنا وصلنا لكام اميه. فكان يبقى عندهم نسبه اميه مثلا السنه دي كذا، يوم يجي يطرح منها الاميين اللي نجحوا عنده بعد ما علمهم هو من النسبه الاميه العامه دي. وبعدين يزود نسبه المتسربين، وبالتالي يقدر يطلع نسبه سنويه للاميه في المجتمع المصري. السؤال الحقيقه اللي هنا اللي بيهمني لانه بيعتبر مؤشر، لما ننظر ل مثلا السنوات الاخيره، هل النسبة في ازدياد ولا في تراجع؟ النسبة نقدر نقول انها في تراجع، بس تراجع بسيط لا يرضي الطموحات المجتمعية. من سنوات حضرتك واحنا الهيئة انشئت سنة 91 صحيح، وعندنا خطط خمسية وخطط سنوية وخطط عشرية ايضا، لكن كل النتائج اللي بتحصل خلال السنوات دي من فترة 30 سنة تقريبا لا ترضي المجتمع، لا حكومة ولا شعب ولا ترضيش. صحيح خالص. ليه يا دكتور حاتم ده بيحصل؟ ده سؤال جوهري جدا جدا. الأمية دي مش مسؤولية الهيئة لوحدها بس، ده مسؤولية كل الجهات الحكومية، الوزارات وأوائل آخره، بالتعاون مع المجتمع المدني. الاثنين مسؤولين مسؤولية تضامنية عن القضاء على الأمية في مصر. فلما أجي أقول لسعادتك مثلا جامعة زي جامعة الأزهر دي فيها على ما أذكر يعني أرجو أن الإحصاءات تسعفني 86 كلية، وفيها ما يقرب من 400 ألف طالب، وفيها 11 ألف عضو هيئة التدريس. لو طلبنا من كل طالب أنه يمحي أمية 10 بس، خلصنا على 4 مليون في سنة واحدة. جامعات الأهلية في مصر عندي 50 ألف جامعية، وإحنا بصدد إصدار قانون جديد لجامعات المؤسسات الأهلية. لو خلينا من ضمن شروط إشهار هذه الهيئات وإعادة يعني توظيف أوضاعها وإلى آخره، أن كل جمعية تلتزم بمحو أمية 100 فرد، يبقى عندي 5 مليون كمان. هل احنا دكتور في مصر، انا اسف لمقاطعه حضرتك بس الحقيقه السؤال قفز لذهني، يعني معنيين في محو الاميه بالاعداد ولا معنيين بتحقيق محو اميه حقيقي؟ يعني هل احنا كده لازم نطلع نقول مثلا احنا محينا اميه 2 3 مليون، لكن لما تيجي تقعد معاهم كده وتديهم فعلا حاجة يقروها أو كده تلاقي يعني يدوب أنا ألمح من صار حضرتك أنا عاوز أقول حاجة ثانية يعني. يعني هل إحنا ما خدش محو أمية بمعنى الكلمة مهتمين بالعدد أم بالكواليتي أم بال الكوانتيتي؟ بالضبط. المفروض مهتمين بالاثنين طبعا. لا مهتمين بالاثنين. عشان كده حضرتك النهاردة إحنا من سنوات قريبة ما بقناش ندي بس مجرد معلومات وألف به جيم للدرس بتاعنا، لا بنديله دون وبنربطه بالمهارات الحياتية أو المجتمع اللي هو بيعيش فيه. كمان كان في برضو، خلينا أكون صادق وصريح مع حضرتك ومع السادة المشاهدين، كان أحيانا ما يتم تلاعب، يمكن حضرتك عاوز تشير إليه بس يعني ما هو بأدب جم يعني. أصلي يعني يعني إحنا القوانين عندنا بتبقى رائعة الحقيقة، محدش ياخد رخصه الا معاه شهاده محو الاميه، ومحدش عارف يتعين الا معاه شهاده محو الاميه، لكن كمان بيبقى فيه تحايل، في ابواب خلفيه، لا تحايل يعني. نعم. الناس ما بياخدوش الموضوع ان الدوله لما تضع مثل هذا الشرط فهو لمصلحتهم، لكن هم بياخدوا الموضوع ان هو يعني عقبه امام ان هو يطلع رخصه او ان هو يجدد ما اعرفش ايه او ان هو يتعين فين، فبالتالي بيبقى الهدف ان هو يجيب الورقه. نعم. يعني انت عايز شهاده محو الاميه، اهي شهاده محو الاميه، لكن هل انا اتعلمت او لا؟ الحقيقه ده سؤال انا بطرحه لان هو ده المهم من الرساله اللي عايزين نوصلها للناس، هل هو يجدد رخصه يجيب الورقه ولا هو لازم يتعلم عشان نفسه؟ اتعمل بقى عشان يحل الموضوع حكايه ده، المشكله الكبيره دي اتعمل كذا اجراء. اول حاجه ان احنا بنتاكد من بيانات الدارس نفسه، هل هي بيانات حقيقيه وصادقه ولا لا. الحاجه الثانيه ان ما بقاش في دارس ياخد شهاده كده عشان اسمه في الناجحين، لا، قبل ما ياخد الشهاده بنجيب الدارس نفسه ونستكتبه
نمليه أربع خمس سطور ويقرأ اكتبهم قدامنا ما عرفش يكتب ما بيخش بتحجب عنه شهادة ويخش دورة أخرى وهكذا عرف يكتب أوكي برجل عرف يقرأ ويكتب تمام. الحاجة الثانية إن بقت في حاجة اسمها برامج إثرائية بعد ما ياخد الشهادة ما سيبوش بقى ومليش دعوة بيه التاني يرتد أمي بالضبط لأن كان من ضمن مصادر الأمية عندنا في مصر غير التسرب وغير انخفاض نسبة الإتاحة هو الارتداد للأمية صحيح فبنديله برامج إسرائيلية بحيث أنه يفضل باستمرار مرتبط بينا ولا آخر طيب عمالين زمايلي يقولوا لي الوقت بس أنا ما يعني أهم من الوقت اسمحوا لي أن يعني أخرج ب يعني فايدة في الثواني الباقية من التجارب العالم هذه التجارب اللي حوالينا في عشرات الدول أكثر الدول اللي حققت نجاح في برامج محو الأمية نستطيع أن نستفيد بها في مصر قريبة مننا نقدر أن احنا نستنسخ مثل هذه البرامج نستفيد بها أو أكثر من دولة وفي النهاية يكون لنا برنامج قومي وطني ناجح أنا مش هقول حضرتك على تجربة دولة بعينها لكن أقول لك على تجارب مجموعة دول مع بعض كان يعني إيه, نعم. إيه الخطوط العريضة في هذه التجارب مثلا أمريكا اليابان إنجلترا الصين الأخر نعم. كانوا بيجيبوا مجموعة كبيرة جدا من الشباب المتطوعين ويدربوهم على تدريس في فصول محو الأمية وتعليم الكبار وبعدين يوفروا ليهم الإمكانيات اللازمة ويشغلوهم في المدارس في الفترة الليلية خلاص وكانت تسخر ليهم كل الإمكانيات عشان يحققوا هذا الموضوع خليني أقول لك بشكل حقيقي واقعي أكتر إحنا نعمل إيه عشان نحل المشكلة هنا في مصر وده أعتقد السؤال الأهم يعني لازم يكون عندنا قاعدة بيانات وافية وكافية وحقيقية وصادقة لكل الأميين في مصر خلاص؟ رقم واحد قاعدة بيانات قاعدة بيانات دي لازم أتعامل مع مين؟ أنا مش لقي الشخص الأمي دون في أميين مش مسجلين معهمش بطايق أي خدال حضرتك رقم اثنين رقم اثنين إن تكون تحت رئاسة الدولة يعني تحت مظلة الدولة الدولة نفسها أو رئاسة الجمهورية أو الجيش أو جهة سيادية يتم تحت تصرفها هذا الموضوع عشان يحرزوا خطوات ناجحة بشكل جيد الحاجة الثانية النظر في الأحوال المادية للمعلمين وكل من يعمل في بالذات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار الحاجة الثالثة لابد أن يكون للتربية والتعليم جهد أكبر جهد أكبر في هذا الموضوع ليه بقول حق الكلام ده؟ بنسمع عن استراتيجية لتطوير التعليم بنسمع عن تابلت بنسمع عن مناهج مطورة بنسمع لكن لم يرد لم نسمع مرة في تصريح إعلامي لمتخذ القرار خلينا أقولها بصراحة مع الوزير إنه بيتكلم عن محو الأمية عندنا دكتور حازم 21 أو 22 مليون طالب في التعليم قبل المدرسي ابتدائي إعدادي ثانوي وعندنا 18 مليون أمي هذا ال 18 مليون يستحقوا نفس الجهد يستحقوا نفس الرقم متقارب ويستحقوا تسخير الامكانيات لمعالجتهم بس ال 22 مليون ام دول موجودين بالبلدي كده فرض عين موجودين في المدارس لكن 18 مليون مش لاقيينهم انا اصعب صحيح يعني اعتقد هي خطوات واضحه و يعني رؤيه من ايضا يعني استاذ وعالم مارسه الإدارة في هيئة محو الأمية كرئيس للهيئة شكرا جزيلا وبنتمنى إن شاء الله أن الأمية تختفي من العالم أجمع ومن مصر طبعا بصفة خاصة دكتور عصام توفيق قمر رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار السابق شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدينا انتهت فقرتنا الرئيسية لكن فقرتنا ما زالت مستمرة مع حضراتكم في أيامنا فاصل وهنرجع لحضراتكم مرة أخرى